أنا اسمي رنا وروار، بعلم موسيقى من مشروع كريف، معكم رح نبقى. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ بتمنى انكم سعداء النهار اليوم، وانكم عم تقضوا اوقات ممتعة مع العيلة ومع نفسكم يا حلوين. طبعا هاي الحلقة الثانية لبرنامج الموسيقى او لحلقة الموسيقى، واليوم رح نفتتح لقائنا بأغنية رح نطلب من إشي يزورنا ويفوت عبيوتنا عشان يضويها، واسم هاي الأغنية شمس الأطفال اللي غنتها الرائعة، تعال نشوف مين، فيروز. شمس الأطفال، تعال نسمعها ونبني عليها حركات. العادة بعد هالأغنية بدنا نحمي جسمنا على موسيقى مختلفة، واسم هاي الموسيقى كان كان لهوفنباخ. كل واحد إسا فيكو بيلاقي محل مطرح بالبيت عشان يقدر يتحرك ويتفاعل مع الموسيقى. قاعدين ونرتاح وناخد نفس عميق وزفير، آخر مرة شهيق وزفير، برافو. أتمنى إسا هيك أنتم مرتاحين. نيجي لحلقتنا الأساسية اللي اسمها حركة ونغمي. طبعا الحركة إنه إحنا نتحرك، بس نتحرك حسب إيش؟ حسب الموسيقى اللي فيها أنغام وإيقاع. قبل كل إشي بدنا نعمل حركات صامتة. كل واحد فيكو هو قاعد إسا بالمكان الموجود فيه يتخيل إنه في معه طابة بكفة إيده. كيف ممكن أستخدم هاي الطابة وألعب فيها بإيدي؟ شو الحركات ممكن نعملها؟ تعالوا نجرب نفكر ونخترع حركات. ممكن نعمل هيك. برافو، وأنا متأكدة كمان تقدروا تطلعوا كمان حركات مختلفة وألعاب مختلفة بالطابة. لعبتنا اليوم هيك، في معاي مجموعة من الطابات الملونة، وفي طابات بنفس اللون وفي طابات مختلفة. شو رح نعمل إسا؟ رح نسمع موسيقى. بهاي الموسيقى رح تشوفوا حركات بتعبر إنه إحنا بدنا نلعب بالطابة، كأنه نلعب بالطابة. خلال الإصغاء للموسيقى وإحنا عم نعمل حركات عليكم تعرفوا شو هي الطابة
اللي موجود منها كتير، أي لون والحركة اللي تكررت بإيدينا وين موجودة؟ بأي لون من الطابة؟ هل باللون الأبيض ولا بالأزرق ولا بالزهري ولا بالأصفر؟ نسمع الموسيقى ونحضر إيدينا ونشاهد منيح الأشكال اللي بدي أحطها على الأرض. يلا مرة كمان مرة هيك وعم بسكر ايدي، والحركة اللي انعادت كتير كانت يا ترى على اي لون من الطبقات؟ طبعا اللون الابيض اللي انعادت 3 مرات. هذا الشكل هو تابع للموسيقى اللي انتو سمعتوها معي واسمها لونجا رياض. ليش تسمت لونجا رياض؟ لانها على اسم الملحن رياض السنباطي من مصر. والمبنى اللي انتو شفتوه على الارض تبع اللونجا مكون من جمل موسيقية في مختلفة اللي منقول عنها خانات، وجمل موسيقية تكررت ومتشابهة ومنقول عنها تسليم. أي إشي من البيت نقدر نعزف عليه. ممكن ناخد صحن نحطه هون، ممكن ناخد كوباية منحطه هون، وممكن ناخد علبة بلاستيك ونحط فيها أي نوع حبوب موجود معنا في المطبخ. وبدنا نحاول نعمل فرقة مع عيلتنا، وكل شخص أو شخصين أو 3 حسب عدد العيلة يرافقوا الموسيقى بالعزف، ورح نعزف بس على الجمل الموسيقية المختلفة. حاضرين؟ يلا. اللونجا أول شيء، يلا ما بعد. Thank you.
برافو يا حلوين، بتمنى قدرتوا تعملوا فرقة موسيقية كتير رائعة مع عائلتكم. ولقائنا اليوم انتهى ورح نرجع نقولكم هيك، فإن سررتم معنا نأمل أن سنلتقي في أغنية جديدة وفكرة مفيدة، في أغنية جديدة وفكرة مفيدة يسودها الجو النقي. وإلى اللقاء.